السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي، تقدر من خلاله تديله برومت ويبدأ ان هو يعمل لك صورة. طيب خلينا نخش كده جنريت ونقول له اعمل لي صورة. خلي بالك ان هو مقسمهم كاتيجوري، فتقدر تقول انا عايز صور خاصة بكذا، يبدأ ان هو يجيبها. دي بعض الامثلة اللي كنت عملتها قبل كده، تمام؟ وكل واحد فيهم مكتوب فيها التكست اللي احنا استخدمناه. طيب هنيجي هنا ونديله البرومت بتاعنا ونقول له ايه انتر. هتلاقي هنا في بارامتر، يعني ممكن تقول مثلا عايز اغير الموديل مثلا ل SDKL. لو انت غيرت الموديل كأنك روحت الموقع تاني خالص، النتيجة مختلفة تماما، تمام. هنا بتقول له مثلا عايز unlimited، بس ال unlimited ده فلوس. دي الصور اللي عملها لنا، تمام. طيب هو عمل لنا دلوقتي ايه؟ صورتين. ليه صورتين؟ عشان هنا في السيتنج ممكن اقول له انا عايزهم 4 صور، وخلينا نعملهم تاني نفس التكست مفيش اي تعديل خالص، تمام. هتلاقي صور مختلفة، هو بيبدأ يحلل الكلام ويبدأ يعمل لك صورة جديدة. يعني لو انت خدت البرومت ده وجربته هيعمل لك صورة مختلفة تماما. طيب نرجع تاني هنا برضو الموديل سيتنج، في بعض الاعدادات بعد ما اخترنا الموديل هنا نقدر ان احنا نختار اي حاجة من هنا، مثلا دريم شيبر او عايز ار بي جي وهكذا. طيب الورك بيرميشن، هل انت عايز الحاجه دي بابليك ولا برايفت؟ برايفت يبقى مفيش حد يشوفها غيرك، تمام. لكن انا قلت له خليها بابليك. طيب بعد كده بنلاقي حاجه اسمها لورا. لورا عباره عن بقول له اعملها لي بشكل معين، تمام. دي اللي انا استخدمتها قبل كده في فيديو قبل كده، ماشي. ممكن دي افضل حاجات، لسه ما اخترتش ماي موديل. في اكسبلور مور هتلاقي كتير. ما انت مثلا ممكن تكون بتقول عايز صورة، وممكن تقول له ايه انا عايز الصورة دي تكون ايزومتري، عايز الصورة دي مثلا تكون فيها خاصية معينة. فكل واحدة من دول بيخلي الطريقة اللي بتطلع مختلفة، يعني ممكن تختارها مثلا كده، تمام. يبدأ يديك نفس الالوان نفس الستايل والحاجات دي. الايمج كوانتيتي، عندنا الايمج موديل الستاندرد والهاي كواليتي. هنا الطول والعرض، تمام. لاحظ ان الصورتين دول لما قلت لهم اعملهم تاني جاب لك حاجات مختلفه. تقدر ان انت بقى تعمل جنريت اتش دي ايمج، يحط لك فيها ديتيل اكتر، اب سكيل يكبرها لك، فاريشن تقدر بقى تعدل تعمل صوره مختلفه. طيب سند تو ايمج تو ايمج، يعني هياخد الصوره دي ويعمل من خلالها صوره تانية. يعني ممكن تاخد الصوره ديت مثلا عجباك بس انت محتاج تخليها بالليل، فتروح تختار بالليل عايز تخليها مثلا في شوارع لندن، يقول لك ده هيحط لك في شوارع لندن. كنترول نت بيبدا ان هو يدي تحكم معين، يعني عايز شخص ليه حركه معينه يبدا ان هو يديه نفس الحركه. دي هي ايمج تو ايمج، تبدا بقى تختار صوره، ارفع صوره ويقول له عدل فيها. طيب عندنا هنا هناخد صوره ونقول له استنتج لنا ايه اللي ممكن يكون حوالين الصوره ديت، يعني انا لقط لقطة، ايه اللي كان المفروض يجي مع اللقطة ديت؟ خلينا نرفع لك صورة عشان ايه يبان الموضوع معانا. أي صورة لو عجبتك أي صورة قول لي وأنا ايه هكبرها لك. خلينا مثلا نختار صورة الراجل ده. الصورة دي احنا عاملينها بالذكاء الاصطناعي، يعني كنا نعمل لنا الصورة ديت. كل اللي أنا أعمله بقى إن أنا أبدأ أوسع شوية، يعني أقول له أنا عايزك توسع حاليا من الناحية دي ومن الناحية دي. عايز تخليها ايه مثلا؟ عرب هو يبدأ ان هو يعملها. في برضه خاصية هنا اسمها كاركتر ريبار، لو في مشاكل في شخص معين في الصورة بيبدأ ان هو يعدل فيها. اللي عمل لك اهو بالشكل دوت 4 صور، وعامل لك صورة ايه مجمعهم لك بالشكل ده. فدي من ضمن الحاجات الجميلة. الديسكرايب بترفع صورة وهو بقى يوصفها لك. خلينا نرفع صورة وهو يوصف لنا الصورة ديت. نرفع ايه سلاح في النينجا، تمام. خلاص هو بقى بياخدها ويبدأ ان هو يشوف الصورة دي عبارة عن ايه. الموضوع فعلا خطير، يعني جبت له قبل كده صورة فيها اكل كتير، يعني فقعد يوصف كل اكله فيها ايه والحاجات دي كلها. فدي من ضمن الحاجات الجميله في الموقع.
جميلة ليه؟ لأن أنت ممكن تاخد الوصف دوت وتقول له اعمل له صورة تانية، فتطلع لك صورة قريبة من الصورة الأولانية ويمكن أحسن، وحقوق الملكية ليك أنت أو ماليش حقوق ملكية حد يطالب بيها. فجاب لي هو الصورة تنقل ان دارك روم، بدأ فعلا يوصف لك بشكل حلو كل حاجة. نينجا تارترز فعلا قدر يتعرف عليها بشكل قوي جدا. تمام. طيب عندنا بقى حاجه اسمها برومت ستوديو، ده ممكن تكتب اي تكست ويبدا ان هو يظبط لك الاوتبوت بتاعتها، يعني يساعدك في ان انت تعمل برومت محترم. تمام. وطبعا في هنا مود اكتر من واحد، تبدا ان انت تختار على اي مود انت عايز تشتغل ويبدا ان هو يعمل لك برومت بروفيشنال. طيب لو جينا هنا موديل اند تريننج، دي انا ان شاء الله ناوي ان انا اعمل حاجه حلوه فيها. تمام. وخليني احرقها عليكم. ناوي ارفع صور كتيره مع لمصريين في عهد الاسرات اللي هم بيسموهم الفراعنه او بيسموهم قدماء المصريين، لكن التسميه الصحيحه عصر الفرات، بحيث ان اي حد يرفع اي صوره اوتوماتيك تاخد نفس الشكل بتاع مثلا احمس او توت عنخ آمون او الحاجات دي كلها. فدي هعملها ان شاء الله، واكيد يعني هبقى اسجلها لكم بحيث ان انا اوريكم ازاي ممكن ندربه على صور معين او ستايل معين. ممكن مثلا في العماره ندربه على ستايل حسن فتحي. تمام. ممكن تعمل ابلود للور اي، ده لورا في مواقع كتير بتعملها جاهز، وممكن ترفعه برضو هنا الموديل جاهز، بس انا عايز اعمل تريننج، سواء هعمله في هنا او في موقع تاني هيبقى الموضوع لذيذ يعني هيعجبكم ان شاء الله. هنا بقى لو انت عايز تعمل شات مع الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي كده، تقدر ان انت تكتب له اي حاجه ويبدا ان هو يتناقش معاك، وده جديد فلسه كل شويه ايه بيطوروا فيه. تمام. ممكن تختار ستايل معين وحاجات زي كده. في عندنا الاستوديو، ممكن تختار مثلا شكل معين وتدي له تكست وهو يبدا يبني عليه. تمام. طيب خليها مثلا سينماتيك وابدا اكتب هنا مثلا، او ممكن تقول له انا عايز اجرب الستايل دوت. واديله البرومت اهو بنفس الستايل. تمام. هو بقى ظبط لي الديت ستايل سينماتيك اهوت. فزي ما انت شايف عملها لنا باسلوب كأن احنا بنصور سينما وحاجه فانتاستيك يعني. تمام. اي تكست عايز تكتبه هيبدا ان هو يعملها لك بشكل سينمائي بشكل دوت. يعني حتى ممكن تاخد التكست دوت اهو اللي احنا كنا رافعين له الصوره بتاعت سلاحف النينجا واديها له واقول له انتر. تمام. الموضوع هتلاقيه لذيذ، زائد ان هو مديك كميه صور كتيره كل يوم، فهتلاقي صور ما بتخلصش منك. تمام. من هنا تقدر تختار جنريت او تختار استوديو، فيبدأ يطلع لك صور صلاح النينجا بالشكل ده. تمام. اتمنى الموقع يعجبكم ان شاء الله. لو تعرفوا موقع حلوة وجربتوه عجبكم ياريت تقولوا لنا عليها.